المنطقة، هل بالفعل دول الخليج قادرة على التأقلم مع هذه التحديات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاستضافة، ونرحب بصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ونقول له بكل وقارك ما لفيت إلا ربعك وما نزلت إلا بدارك. فهو بين أهله وجماعته بدون شك. زيارة الكويت هي تعكس تقدير عالي للكويت وتقدير لصاحب السمو أنه المرجعية الرشيدة الحكيمة في العالم العربي في دول مجلس التعاون، فيتم من خلالها التشاور في بعض القضايا أو التحديات اللي تحدثت عنها. يعني لا يخفى عليك أن الزيارة قصيرة، لكن رؤيتها ليست بالقصر الذي نتصور، هي رؤيتها عميقة جدا. سيتناولون الكثير من الملفات والكثير من التحديات. أنا في تقديري أن الزيارة لها هدفين رئيسيين أو أمام تحديين، والمؤسف له أن هذين التحديين جميعهما تحديات من الشرق أو من الجارة إيران. فهناك هذين التحديين سيتم التشاور في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى هي قضية تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الجديد الذي يتكون من المملكة العربية السعودية كالكور أو الجزء الرئيسي في هذا التحالف، ومعها دول الخليج ومن ضمنها الكويت، والذي عقد التأهيل لهذا المؤتمر أو هذا التحالف الاستراتيجي في الكويت. هذا الأمر الأول، فهو يأخذ البعد العسكري أو البعد الأمني في مواجهة التحديات الأمنية. الجانب الآخر هو التحدي النفطي. التحدي النفطي يتمثل في ما سيحدث في نوفمبر القادم. نوفمبر القادم سيكون هناك اختبار صعب للقدرات الخليجية والقدرات السعودية بالذات لتغطية النقص الذي سيحدث. أنا أعتقد أن الزيارة لن تخرج عن هذين الأمرين. لماذا الشهر القادم بالذات؟ شهر نوفمبر، عفوا أنا قلت القادم، أنا أعتبر أنه وصلنا أكتوبر. في شهر نوفمبر سيبدأ تطبيق العقوبات، فأنا أعتقد أن المؤتمر أو هذه الزيارة هي تشاور أمام تحديين كبيرين. التحدي الأول هو البناء الأمني من خلال تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي أو ما يسمى الناتو العربي، والآخر هو قدرتنا على سد النقص الذي سيحدث في سوق الأوبك بعد تنفيذ العقوبات. دكتورة الدكتور وأيضا الأستاذ سامي.